أهلاً ومرحباً بموظف إعادة الإدماج الجديد، العمل الذي تقوم به في غاية الأهمية لإعادة الإدماج المستدام للعائدين. نقدم في هذا الفيديو أهم 10 أشياء تحتاج إلى معرفتها في عملك اليومي. رقم 1. إعادة الإدماج هي عملية متعددة الأبعاد تتطلب نهجاً متكاملاً، يأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تؤثر على الفرد والمجتمع بجميع مستوياته. من الممكن أن يوفر لك دليل إعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة إرشادات عملية حول كيفية تنفيذ هذا النهج، بالإضافة إلى العديد من النصائح والأدوات المفيدة. ستمكنك الدورة التدريبية عبر الإنترنت من الوصول لمحتويات دليل إعادة الإدماج، بالإضافة إلى تزويدك بسيناريوهات واقعية. رقم 2. بناء علاقة منفتحة وثقة مع العائد هي مفتاح كل شيء. عادة ما تكون الاستشارة خطوة حاسمة، حيث تعمل كأساس لتقديم مساعدة فعالة ومستدامة لعملية إعادة الإدماج. يوضح لك دليل إعادة الإدماج الخطوات المختلفة، ويقدم عدداً من النصائح حول كيفية تقديم مشورة متعاطفة وداعمة لإعادة الإدماج. رقم 3. تبدأ عملية إعادة الإدماج قبل العودة الفعلية إلى البلد المنشأ. يمكنك المساعدة في تسهيل العملية من خلال التنسيق الوثيق مع الزملاء في البلدان المضيفة. على سبيل المثال، يمكنك المشاركة في استشارات ما قبل العودة أو جمع معلومات عن الحالات قبل وصولها. رقم 4. يتيح لك التقييم في الوقت المناسب لظروف العائدين تلبية احتياجاتهم. يعتبر ضحايا الإتجار والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والعائدين ذوي الاحتياجات الصحية أو أولئك المعرضين للعنف والاستغلال وسوء المعاملة ضعفاء ويحتاجون إلى رعاية وتوجيه خاص. يمكنك معرفة المزيد في دليل المنظمة الدولية للهجرة حول حماية ومساعدة المهاجرين المعرضين للعنف والاستغلال وسوء المعاملة. رقم 5. يجب على كل عائد أن يقود عملية إعادة الإدماج الخاصة به. تهدف مساعدة إعادة الإدماج التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة إلى تمكين العائدين وخلق بيئة يمكنهم من خلالها أن يقرروا بأنفسهم أفضل السبل لاستخدام الدعم المقدم لعملية إعادة الإدماج. رقم 6. من غير الممكن تلبية جميع احتياجات العائدين. إن الصراحة والشفافية تجاه العائدين الذين تعمل معهم بشأن الدعم المتاح لإعادة الإدماج وحول متطلبات وحدود الأهلية الخاصة بهم سيساعد على بناء علاقة ثقة قوية. يمكنك أيضاً تحديد الموارد المحتملة التي يمكنهم اللجوء إليها والخطوات التي يمكنهم اتخاذها للبدء في تلبية احتياجاتهم. رقم 7. بصفتك عاملاً في قضية إعادة الإدماج، فأنت تمثل حلقة الوصل بين العائدين والمناطق التي يعودون إليها. من الضروري معرفة الخدمات والفرص المتاحة في هذا المجال، ويمكن القيام بذلك عن طريق تحديد الخدمات وإجراء اتصالات منتظمة مع أصحاب المصلحة المحليين، حيث تساعد الإحالات إلى الخدمات ذات الصلة في إنشاء هذا الرابط والاستجابة لاحتياجات العائدين. رقم 8. عادة ما يمر العائدون بأوقات صعود وهبوط في عملية إعادة الإدماج. المتابعة المنتظمة أمر ضروري للغاية. من خلال المناقشات مع العائدين حول التطور الطبيعي للمشاعر المحيطة بالعملية، يتعلمون كيفية التعامل مع الارتفاعات والانخفاضات التي قد يواجهونها. رقم 9. ناقش نهاية مساعدة إعادة الإدماج مع العائدين في وقت مبكر، بدءاً من جلسة الاستشارة الأولى. مساعدة العائدين على وضع خطة إعادة الإدماج خطة من شأنها إعدادهم كذلك للفترة التالية لعملية إعادة الإدماج. حيثما أمكن، يجب عليك تحديد الخدمات الإضافية المتاحة وإجراء الإحالات في الوقت المناسب. رقم 10. هناك العديد من الموارد المتاحة. يوجد مستودع مخصص به الأدوات الأكثر استخداماً لبرنامج إعادة الإدماج. يوفر برنامج العودة وإعادة الإدماج مئات الموارد لممارسي إعادة الإدماج، وكذلك استضافة ندوات عبر الإنترنت بشكل منتظم، كما يعمل على تعزيز المناقشات والتبادلات من خلال مجتمع الممارسة العامة.